اختفى الحطب منذ عقود، وأصبحت رؤيته فقط في الصور التي توثق لمرحلة قديمة سبقت صناعة الغاز المنزلي. لكن الصور عادت إلى الظهور وبقوة، وانتشرت الأسواق في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، وأصبحت مادة الحطب حكرا على من يمتلك القدرة المالية. بسرعة كبيرة ازدادت أسواق الحطب في صنعاء لتغطية الاحتياجات التي يفاقمها انعدام مادة الغاز المنزلي، والتحق كثيرون في هذه المهنة الجديدة بسبب عدوم الغاز والتواجد في اليمن. الأفرام الآن حطب، ارتفع سعر الحطب، كان سعر الدباب من 30 الآن 60 ألف، وسبب قلاء الدينار القديم هذه كانت من 70-80 الآن 160 ألف، ونفلك حق الحطب الساعة ب2005، وبالحظ ان الحطب انه يجي هكذا يستمر ستكون أزمة أعظم، ونرجع الأضواء المختصة والجهات الأمنية باهتمامهم في الديانات والحطب التفاعل مع المواطنين. وترسل عدد من الأسر أطفالها إلى الأسواق للحصول على ما يمكنهم من طهي طعامهم البسيط، وينتظر الأطفال لساعات طوال للحصول على ما يعودون به إلى بيوتهم، وهي مهمة جديدة للصغار المتأثرين بطول المعركة التي وصلت إلى كل مناحي الحياة. دين شهر كامل يا ولدي، والله ولا غاز ولا حطب ولا حاجة، نموت جوع يا ولدي، ما نموت جوع يا ولدي. الله في الله في الله يفرج ضيقنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. إيش نسوي؟ رقتنا لنا ذي شوياتنا، سين نسوي لنا بين غدا والعدهال يأكلوا، كان الكبير صبر الصغير ما يصبر، إيش نفعل؟ ولا تظهر هذه الأسواق كل المأساة، فهناك في المناطق البعيدة تتعرض الأشجار لأكبر موجة اقتلاع وتحويل أغصانها الخضراء إلى سلعة معروضة في سوق شعبي وسط عاصمة تعود إلى الماضي وتفقد المستقبل.